وحدات الصاعقة هي وحدات نظامية ضمن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة بتنفذ المهام الأساسية للقوات المسلحة، وبتتمثل في تأمين حدود جمهورية مصر العربية ضد أي عدائيات سواء كانت خارجية أم داخلية، بالإضافة إلى حماية الشرعية الدستورية للدولة والإشراك في خطة التنمية الشاملة للدولة. بتتميز وحدات صاعقة في تنفيذ مهامها بالجرأة والفدائية في تنفيذ كافة المهام التي تكلف بها. من ضمن المهام التي تكلف بها جميع تشكيلات ووحدات القوات المسلحة هي حماية الشرعية الدستورية للدولة، واحنا مدربين على هذا الواجب خلال تنفيذ جميع الالتزامات التدريبية المخططة خلال العام التدريبي. وحدات الصاعقة جاهزة لتنفيذ كافة مهام التأمين بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية، ودي خطط احنا بنتدرب عليها وجاهزين. طب مصر وحدات الصاعقة زي ما قلت بتنفذ جميع توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، وهي جاهزة لتأدية هذه المهام بكفاءة عالية. وانا بحب اطمن المواطنين والشعب المصري ان ده بيتم في اطار المحافظة على المواطن والالتزام بالضبط النفس وعدم تعريض جميع المواطنين للخطر. وان شاء الله نلقى تعاون بين القوات المسلحة والشرطة والمواطنين للعبور بمصر ان شاء الله الى بر الامان.